يقول كم مقدار زمن ليلة القدر بالدقائق؟ ليلة القدر مقدارها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني في أصح القولين، لأن من أهل العلم من قال إنها إلى تطلع إلى الشمس، إنها إلى أن تطلع الشمس، والصحيح إلى طلوع الفجر الثاني، هذا مقدارها. ويختلف الدقائق من ليلة إلى ليلة، الشمس تتغير حركتها.